كابتن صالح سليم يوم 11 سبتمبر سنة 1930 وتوفى يوم 6 مايو سنة 2002. تولى كابتن صالح سليم منصب مدير الكرة في النادي الأهلي سنة 1971 و72، وبقى رئيس للنادي الأهلي سنة 1980 لحد سنة 1988، وبعد كده قرر أنه هو يبتعد عن الساحة ويسيب طبعا فرصة تانية لآخرين عشان يخوضوا التجربة. ولكن طبعا بسبب سوء نتائج فريق النادي الأهلي في سنة 1990 رجع مرة تانية كابتن صالح سليم عشان يعيد الاستقرار مرة تانية للنادي الأهلي، وقدر طبعا صالح سليم وقتها باسمه وبإنجازاته أنه هو يوجد الاستقرار جوه النادي الأهلي، وبشعوره طبعا المعروف الأهلي فوق الجميع، ومقولته الشهيرة الأهلي ملك لمن صنعوه ومن صنعوه هم مشجعوه. طبعا حاز صالح سليم وقتها على احترام ومحبة كل مشجعين ومتابعين الكرة المصرية، مش بس مشجعين النادي الأهلي، طبعا بإخلاصه وحبه للنادي الأهلي وعطائه اللي استمر لحد وفاته سنة 2002. وخلال طبعا رئاسته للنادي الأهلي حقق إنجازات كتير جدا وبطولات كتير. رحمة الله طبعا على كابتن صالح سليم اللي هتفضل أكيد ذكرى في قلب وعقل كل أهلاوي.